مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الليلي. والمشاهد التي ننقل لكم في ليله القدر في شوارع المدينه ساعات متاخره من الليل او الساعات المبكره من الصبيحة، حتى اول يوم من السنه الجديده بعد السنه 2023 اللي كنتمناوها تكون السنه ديال الافراح والمسرات لكل المشاهدين الكرام ولكل متتبعين قناه الشعب في كنتم بطبيعه الحال. وانتم اخواني الكرام فغادي نحاولوا قدر الامكان باش الاجواء الليليه ايضا حتى الاحياء الشعبيه بطبيعه الحال. فبالقلب يعني الاحياء الشعبيه فغادي نحاولوا بطبيعه الحال نشوفوا يعني ماذا يقع وكيف هي الاجواء بالاحياء الشعبيه بمدينه اكادير من خلال يعني شوارع المدينة وفي ليلة البرع بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا إخواني الكرام يعني الدروب والأزقة في الأحياء الشعبية ليلة البرع. غادي نشوفوا يعني وكيف هي الأجواء الأزقة ديال الأحياء الشعبية خاصة يعني حي الفرح اللي هو معروف بطبيعه في مدينه اكادير. فقط دائما كنحاولوا ان نكونوا عيونكم التي لا تنام في يعني الاجواء الليليه كما كتشوفوا يعني يعني هذا سكون وهدوء يعم المكان بطبيعه الحال. فالاجواء الليليه في ليله البولاني هذه السنه فكما قلت فهي اجواء باهته، غياب الاحتفالات وغياب ربما حتى ايضا يعني الرمزيه ديال بوناني ففقد يعني القيمه ديالو اللي كانت عنده بطبيعه الحال حينما كانت الاحتفالات وكان ربما يعني الناس كيحتفلوا حتى الوقت متاخر من الليل، لكن السنوات الاخيره فبدات الاحتفالات يعني تغيب شيئا فشيئا واصبح بوناني ك ايام يعني الايام العاديه. انتم كتشوفوا يعني المشاهدين التنزيل ديالو كل شيء يعني راح كما كنقولوا في حالته، فقط يعني الشوارع خاليه والازقه والدروب خاليه هي الاخرى كما كنشوفوا من خلال يعني هذه المشاهد. خير على كل المغاربة ونشوفوا أيضا بلادنا بلادنا ونزلنا وانتم كما تشوفوا الشوارع أصبحت خالية تماما، السكون وهدوء يعم المكان ولا شيء يذكر بطبيعة الحال يعني بالدروب والأزقة ديال الأحياء الشعبية في هذه الليلة اللي هي ليلة البوراني أو ليلة رأس السنة. فكما كتشوفوا كما قلت لكم بطبيعة الحال بأن المناطق يعني اجواء باهته جدا وهدوء وسكون يعم كل مرشا يعني الاحياء الشعبيه، والدليل يعني هذه المشاهد اللي كنقلوا
خالية وسكون وهدوء يعم المكان. وأنتم كما كتشوفوا معنا البتة المباشرة اللي كان صورنا خلال الأجواء الليلية لما أشعر الأحياء الشعبية هنا بالعاصمة السوسية مدينة أكادير. فغادي تشوفوا معنا يعني هذه المشاهد من قلب يعني دروب ديال هذا الحي. فانتم يعني حتى الأزقة الضيقة والأزقة يعني خالية تماما لا شيء، سكون وهدوء في كل مكان. انتم كتشوفوا معنا من خلال يعني هذه البتة المباشرة، ربما يعني هذه المشاهد توضح لكم مجاليا بأن البوناري أصبح يعني يفقد قيمته ورمزيته، وأصبحت يعني الشوارع يعني تكون خالية في وقت يعني مبكر بطبيعة الحال كما كنقول دائما. فربما الناس ما بقاش يعني كتحتفل، الناس ربما أيضا ما بقاش يعني كتعطي أهمية لليلة البوناري، وهذا الشيء اللي كيبان لنا من خلال يعني هذه المشاهد. ولله الحمد الاحتفالات او يعني رأس السنة الميلادية بمدينة أكادير مرة في أجواء عادية وفي أجواء جميلة جدا وفي هدوء وسكون ولا شيء يذكر بطبيعة الحال. يعني لم تكن هناك أي يعني سواء أمور لتكون يعني أمور شادة أو شيء من هذا القبيل. الهدوء والسكون هو السيمة الأساسية ديال ليلة رأس السنة بمدينة أكادير كما كتبان لكم من خلال يعني هذا المشاهد اللي كنقول لكم بطبيعة الحال. فتحية للجميع وكنتمنى لكم سنة سعيدة، وإن شاء الله تدخل عليكم بالصحة والسلامة وبطولة العمر يا رب، وإن شاء الله يعني تدوزوا سنة 2023 يعني بطبيعة الحال يعني في أحسن الأحوال إن شاء الله يا رب. هذا اللي كنتمنى لجميع المتتبعين الأوفياء في مكانه. كنقول لكم سنة سعيدة، سنة ديال الأفراح، سنة ديال المسارات إن شاء الله. الله يدخل عليكم باش ما تمنيتو إن شاء الله يا رب. فانتم كما كتشوفوا معنا يعني هذه هي الأجواء العامة هنا لشوارع المدينة بالضبط يعني من قلب أشهر يعني الأحياء الشعبية بمدينة أكادير. فتحية للجميع وطبيعة الحال أتمنى أنكم تكونوا بألف خير وعلى خير إن شاء الله يا رب. هذا الشيء اللي كنتمنوا لكم إخواني الكرام. فأنتم كما كتشوفوا هذه الأجواء العامة والسكون يعم مختلف الأزقة والشوارع بمختلف الأحياء الشعبية وأيضا مختلف المناطق المعروفة بالعاصمة السوسية. الهدف دائما هو أن نوصل لكم الأجواء ونشارك معكم يعني احتفالات ليلة البوناري كما شفتوا معنا. فربما الأجواء تختلف من مركز المدينة إلى هوامش المدينة ومن الأحياء الشعبية، فالأمور عادية جدا واحتفالات فقط في أمن وفي هدوء وفي سكينة كما كتشوفوا معنا خلال الأجواء العامة هنا بالعاصمة السوسية مدينة أكادير وبالضبط من أحد أشهر الأحياء الشعبية بالمدينة. تحياتي لكم وعلى إن شاء الله الأمل أننا نلتقي بكم في بث مباشر آخر. لم يتبقى لنا إلا أن نودعكم إلى الملتقى.